إن هذه الأوبئة يوم تعصف عصفتها كأنما تخاطب البشر أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن القوة لله جميعا، وأنه لا مرد لفضله ولا ممسك لعقوبته سبحانه. تخاطبهم أن الإنسان مهما اغتر وطغى وأعرض وبغى فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دون الله من ولي ولا نصير. أين الحذر والاحترازات؟ أين الأموال والميزانيات؟ أين القوة العسكرية؟ أين العقول والعبقرية؟ طاشت وتلاشت أمام مخلوق صغير. فسبحان الخالق العظيم الكبير، وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هذه هي الرسالة التي ينبغي أن تفقه في مثل هذه الأوبئة والأمراض. فهذه الأمراض هي أكبر برهان على ضعف المخلوق وعجزه وقلة حيله. فأين الملاحد المنكرين؟ أين الباحثين الحاذقين؟ أين عباد العقول وغلاة المادة؟ أين استخبارات العالم وجند الظلام؟ أجيبونا، ما باله يتخفى وهو ينتشر؟ فما نراه ولكن يظهر الأثر. قالوا صغير فما نستطيع رؤيته، ما بالهم من صغير واهن ذعر. أين الصواريخ تجتأز الحدود وفي رؤوسها ما به الأحجار تنصهر؟ ما بال كل جيوش الأرض قاطبة تبيت خائفة والقلب منكسر؟ أين المدافع تهتز الجبال لها؟ أين القنابل بالنيران تنفجر؟ كل الوسائل تهدي وهي خائفة مما تبينه للعالم الصور. تخشى الصغير الذي ما زال مختفيا وقد تمكن منها الخوف والضجر. تحذر الناس كورونا وتجهله، لو كان يمنع مما قدر الحذر. يا خالق الكون لطفا أنت منقذنا، إليك نلجأ مما ساقت النذر. بك استعذنا وما ندعو سواك، إذا من تابنا مرض نخشاه أو خطر. جوال تذكر.